واحد بيقول بتوصلني خطابات مكتوب عليها عبد العزيز، هل هناك محذور في إلقائها في القمامة؟ لأن العزيز من أسماء الله عز وجل. نقول له يا رعاك الله، هذا مما عمت به البلوى، صحف المجلات يعني مما عمت به البلوى ويعسر التحرز منه، لكن إذا أمكنك أن تحرقها أو أن تمزقها بالآلة قبل إلقائها إلى القمامة فهذا أحوط لك، بارك الله فيك. طيب.